شوقي مسرع عاجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ رد علي، أحوالك مع ربنا؟ قلبك عامل ايه مع ربنا؟ عاملين ايه مع ربنا؟ احوال الدين ايه في قلوبكم وفي عقولكم وفي عيونكم وفي بيوتكم؟ احوال الدين ايه بالليل وبالنهار؟ اخباركم ايه مع ربنا؟ اخوتي، إنه لمن نافلة القول أن أقول أن الله خلقنا لنعبده، صح ولا لا؟ بل وأمرنا ربنا أن نكون خالصين له. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي وإيه ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سؤال: هل نحن قوم نعيش لله، أم أننا نعيش لأنفسنا وشهواتنا وأهوائنا ومرادنا من الله؟ محتاجة وقفة عشان تفكر وتسأل نفسك، فعلا أنا عايش لربنا ولا أنا عايش لنفسي؟ محتاجة وقفة إن أنا أقف مع نفسي وقفة وأسأل: هل السنين اللي مرت من حياتي دي بعد ما عرفت الدين ومشيت طريق الالتزام يصلح أن تكون هكذا الحياة لله، ولا ما أنا محتاج من جديد أعدل طريقة حياتي؟ اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وجئت الليلة موضوع سلسلة جديدة أبدأ فيها من عندكم، من أبي كبير شرقية. أسأل الله جل جلاله أن يرحم الموحدين من أهل الشرقية، مشهورون بالكرم، والبخيل من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، مرت هذه السنة وصارت الأمة شذر مذر. ضاعت هذه السنة وأنت أمام التلفزيون تتابع الأحداث، وأنت أمام النت تتابع الأخبار، وأنت أمام اللقاءات والحوارات تتابع المفاجآت والخبطات الصحفية، وأنت وراء الجرائد تقرأ التعليقات وتسجل الأخبار.
أين ذهب قلب الأمة؟ هو ده الموضوع، عنوان الموضوع قصة القلوب. القلوب في خلال هذه الشهور الطويلة وعلى مدارها، أين العباد أهل الله؟ أين هم؟ هل كنت منهم؟ أم أنك زغت مع الزائغين وتهت مع التائهين وضعت مع الضائعين؟ كثر في هذه السنة اللغو، كثرت في هذه السنة التنازلات، كثر في هذه السنة التفريط في المنهج وتغيير وتبديل الجلد مرات. في هذه السنة ضاعت معان للإسلام كانت راسخة، تزلزلت قلوب كانت على الحق قوية، فلا بد من هذه الوقفة. إذن ليست كلاما عن أحد ولكن كلاما لك. أين أنت؟ أين قلبك؟ هذه قصة القلوب، وهي في 30 درجة للنزول ثم 30 درجة للصعود. الدرجة الأولى في النزول صغو القلوب. يقول ربي: وأحق القول قول ربي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذه الآية ترسم حدودا ومعالم وتضع أصولا وثوابت وتبين فتنا وأهواء. قال ربي: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سنة كونية، أن يكون الأنبياء وأتباعهم لهم أعداء، ولذلك خذ أصلا أن من أرضى جميع الأطراف فهو منافق. أنا لست مطالبا أن أرضي جميع الأطراف، أنا أرضي بس. والأعداء الله وكيل بهم. لذلك قال ورقة في أول ما بعث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. يبقى اللي هيمشي في سكة الدين صح لازم يوطن نفسه على إن له أعداء، كثروا أو قلوا، أعداء للمنهج أو أعداء لشخصه. هناك أناس رفضوا الإسلام رغم علمهم أنه حق لرفضهم شخص النبي محمد، صح ولا لا؟ قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذوك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟
فلذلك أحيانا يرفض الحق من أجل شخصك، هذه عداوات. الشاهد: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. يبقى لما يبقى لك أعداء، إذا كنت على الحق وعادوك من أجل الحق فلا تبتئس، وإن كثر أعداؤك وشانئوك ولست مطالبا أن ترضيهم، ولست مطالبا شرعا ولا قدرا ولا عرفا ولا أخلاقا أن ترضي جميع الأطراف، إنما الواجب عليك أن ترضي واحدا هو الله. قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هذه أنت سلم لله، زي ما قلنا في بداية الدرس: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الشاهد أيها الإخوة، قعد هذه الأولى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. اثنين: شياطين الإنس والجن. سمى الله من الإنس شياطين، في شياطين إنسية. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين سأله حذيفة بن اليمان في الحديث الطويل، لقد كنا في جاهلية، الحديث ممكن نقول الحديث طالما أنك أنتم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحبون كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وسيدنا حذيفة أنا شايف اليومين دول أنه رجل المرحلة، عشان كده لما أكلمك عن سيدنا حذيفة ده خبير الفتن اللي الرسول قال له أسماء المنافقين، يا ترى مين اللي هيقول لنا النهاردة على أسماء المنافقين؟ كان هيطلع في أسماء المنافقين النهاردة في كشوف المنافقين. اسمك لو نزلت الكشوف هينزل فيها اسمك؟ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق. إخوتي أنا أحبكم في الله. سيدنا حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يوما: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. دعاء من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: اسمع، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. أحيانا تجد رجلا أو امرأة، تجد إنسانا، الجسم جسم إنسان والقلب كلب شيطان، قلب شيطان. أحيانا بس القلب تطلع كاف، مش مشكلة، كلا المعنيين صحيح. تجده قلبه قلب شيطان، وقد قدم الله شياطين الإنس على شياطين الجن لعراقتهم في هذا الباب. أحيانا بيبقى الشيطان الإنسي أخطر من الشيطان الجني. قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن. والجن الإنس الأول، فالشيطان الإنسي أخطر، أخطر. يوحي بعضهم إلى بعض،
شياطين الإنس والجن بيتكلموا مع بعض. أنا عايز أنبهك إن أنت ناسي إن في حاجة اسمها شيطان. ناسي، أنت ناسي. أكثر الناس ناسيين النهاردة إنه قاعد أحيانا بيفكر كده، هو بيفكر بيظن إنه بيفكر، أنت مش بتفكر، ده الشيطان عمال يوسوس لك وأنت مش دريان. وأنا دايما أقول إن اللي يلعب مع الشيطان لازم الشيطان يغلبه. ده إيه؟ ده شيطان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لذلك لما تحس إن أنت بتاخد وتدي مع الشيطان، بعض الناس بيقعد ويحط رجل على رجل ويشرب هو والشيطان سيجارتين، يدردشوا مع بعض، يفضل يقول والشيطان يقول له، وهو الشيطان يقول وهو يرد عليه، ويتكلموا مع بعض ويدردشوا، ويظن في الآخر أنه هيقدر يقنع الشيطان. يا ابني ده شيطان، هتقنع مين؟ هو في الآخر هيقنعك بالباطل. فلذلك شياطين الإنس والجن إيه؟ ها؟ يوحي الوحي، الكلام فيه خفاء، عمال يوسوس لك، بص شوف بيعملوا ايه، قالوا ايه، بيعملوا إيه؟ وانت تقول لا 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 لا. طب اهو يظل يوحي اليك. معلش من باب الطرفة بس، عشان بس تشوف الشيطان لعبة بسيطة صغيرة خالص. احد الاخوة لسه بيحكي لي من عندكم الشرقية هنا، الله يكرمه الحاج محمد، راجل طيب، راجل طيب احسبه من الصالحين، بيقول لي ايه، إن أنا سمعتك مرة في درسي بتقول اللي يقول واحد صعيدي يبقى أغتاب الصعيدة كلهم، هياخدوا حسناته يوم القيامة. فبيقول رحت الكعبة، فأنا واقف كده جالي واحد صعيدي قال لي عم الشيخ الناس دول لخبطوني، واحد بيصلي كده واحد بيصلي كده واحد بيصلي كده، هي فين اتجاه القبلة؟ فقلت بقى شوف يا شيخ يعقوب هم اللي بيستفزوني اهو. الشاهد ايه؟ ان شوف الشيطان لعب لعبه قد ايه عشان يسول له ان يغتاب، وهو محرم، وهو محرم وفي الكعبه. فالشاهد ان بعض الاحيان الشيطان يلعب لعبه كبيره في دايره واسعه عشان في الاخر يوقعك في الغلط، وبالراحه وباقتناع هم اللي بيستفزوني اهو. فالشاهد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول، تلاقي الكلام مزخرف ومنمق ومزين وممكيج ويليق ويجي على مزاجك ويعجبك ويملى دماغك كتير. ما انا بقول لكم ال 11 شهر اللي فاتوا دول عملوا عمايل. انتوا سمعتوا كلام ما سمعتوهش في حياتكم قبل كده، صح ولا لا؟ كلنا، وانا كلنا سمعنا كلام، والكلام ده زلزل اقدام وضيع قلوب، لأنه كلام إيه؟ مزخرف، كلام مزخرف. أنا مش هقول، بس كل واحد هيحس دلوقتي إزاي تزوق له كلام اتضحك عليه بيه وجر رجله بعيدا عن الحق. قلت في كتابنا المزمع عقده مدرسة الحياة، لن تستطيع امرأة أن تخدع رجلا إلا بمساعدة منه ورضاه بذلك، والعكس صحيح. اوعى تفكر إن امرأة تقدر تخدع راجل إلا إذا كان خدعته بإيه؟ بمزاجه. إحنا في عصر، قلت أيضا في مدرسة الحياة، نحن في عصر للأسف الشديد أن الناس
رضوا بأن يخدعوا بالباطل والكذب. لما يجي يقول له يا فضيلة الشيخ محمد يعقوب ده انت وشك منور، ده انت رجل بركة، ده انت، وانا عارف ان لا انا وشي منور ولا رجل بركة ولا لي لازمة في الدنيا دي، انا عبد مذنب عاصي، اللهم تب علي وعلى عصاة المسلمين. لكن تراضى الناس على انه يسمع الكلام ده، كسر الله من امثالك. امين امين امين. يا عم انا عارف نفسي، انا ادرى بنفسي منك، انا عارف حالي مع ربنا. لكن بعض الناس صدق الناس وكذب نفسه، عشان كده قالوا ايه، كمثل رجل في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة، فصدق الناس وأكلها الأونطة. يعني هو صدق، هو أنت تعلم يقينا أنك عاصي ومذنب ولا ما تعرفش، أنت تعلم يقينا أنك مش شيخ ولا حاجة، ومع ذلك عمالين ينفخوا فيك وانت بتصدق. هو ده الغلط، زخره في القول. بس زخره في القول يروج على مين، يضحك بيه على مين؟ اللي جاي الكلام على مزاجه، على هواه، هو عايز كده. زخرف القول غرورا. شوف مثال ده، سيدنا آدم عليه السلام لما كان في الجنة وكان حريص على انه يقعد في الجنة، وكأنه كان حاسس انه هيخرج منها، فالشيطان دخله من المدخل ده، قال له هل أدلك على شجرة الخلد؟ ما قالوش بقى شجرة المعصية، ده سماها ايه، الخلد، وملك لا يبلى. لا 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 مش بس كده، وقاسمهما، اقسم له بالله اني لكما لمن، دي نصيحة انا بنصحك، انت حر لو انت عايز تضيع الدين بقى خلاص بقى خليك، لكن لو انت عايز تخدم الدين اهو السكة اهي. بيضحك عليك. وانا دايما اقول ان من اخطر ما يكون على قلبك ان تخادع الله، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قصة سيدنا كعب بن مالك، قال فبينما أطوف في السوق إذا بنبطي من نبط الشام بيده كتاب، قال من يدل على كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي، فدفع إلي كتابا، فلما فتحته إذا به من ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. إذا كنتم مش واخدين بالكم من القصة، إن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك، المنافقين جم لسيدنا النبي صلى عليه، زيد النبي صلى، يا عم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقالوا له يا رسول الله اعذرنا، فعذرهم وقبل منهم ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جاء كعب بن مالك فقال يا رسول الله لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال له أنا ماليش عذر، أنا غلطان. فقال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيه. ثم نهى عن كلامنا نحن الثلاثة، الرسول قال ما حدش يكلم الثلاثة دول اللي صدقوا. 40 يوم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما بيكلموش، وابن عمه وزوجته وولاده وجيرانه حدش بيكلمه، الكل مخصمه. تصور انت بقى، والله انت صعبان علي. اللي بيخدع ربنا، شوف بقى
لما ربنا يوم القيامة يخصمه. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب وعائل مستكبر. ملك كذاب، أنا بقول النهاردة معلش أنا آسف، خدوها مني كده على جنب، أن الدعاء اليوم ملوك الأرض، فالداعية الذي يكذب كالملك الذي يكذب. ربنا قال كده، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الآيات الشاهد إيه؟ بس عايز أقول إن الرجل ده لما صدق، أنا لا الشاهد اللي أنا عايز أقوله، لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، خاصم الرجل ده حس بكرب، قال إيه؟ حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. قال أما أجي أسجد على الأرض أحس إن دي مش الأرض، الأرض كمان خصماني بتقول لي ما تسجدش علي، فما بالك إذا جئت يوم القيامة والله يخاصمك ما بيكلمكش. هذه أشد عذابا من جهنم، إنه ما يبصركش ما يكلمكش، أشد عذابا من النار. الشاهد الرجل ده أخوه مخصمه وابن عمه مخصمه وسيدنا النبي صلى عليه مخصمه وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة مخصمينه، فجأة جات له رسالة، ملك غسان، الملوك يخاطبونه. شوف بقى الفتنة حين تشتد، ملك غسان بيقول له إيه؟ يقول له إذا كان النبي مخصمك لم يجعلك الله بدار مهانة، أنت ما حدش يقدر يهينك أعزك، تعالى الحق بنا نواسك، تعالى اقعد معايا. لما سيدنا كعب بن مالك مسك الكتاب كان يقدر يقول، وهو ده الشاهد من الحديث، يكسوها ثوب دين. قلت طيب ده ملك غسان مش مسلم، مروح واجعلها دعوة، صح ولا لا؟ يقدر يعملها كده يكسوها؟ هو ده الخطر، أن تكسو الباطل ثوب دين، تبقى واحدة عايزة تتطلق من جوزها تقوم تقول أصله ما بيصليش، أصله هو مش، ما تكسيها ثوب دين، أنت ماشية مع واحد أنت شايفها لك شوفة، بلاش نحط الدين في الوسط. هو ده كثير من الأحداث دي بتحصل جواك أنت كمان، إن يبقى باطل وانت تحط لها ايه؟ تكسوها بثوب الدين كأنك هتعملها دين. انت بتضحك على مين؟ ما تقدرش تخدع ربنا لانه شايف ضميرك. قال الله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. شايف اللي جواك، اضحك علي انا وهصدقك، واخدعني وهتخدع، وامكر علي وتغلبني، لكن مع ربنا ما تقدرش، لان ربنا شايف راسك، يعلم ما سيكون منك. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ايه؟ غرورا. ربنا قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الكف هنا للإيه؟ تشبيه بالضبط، زي ما أخرج أبويكم من الجنة هيفتنكم، نفس الشيء هنا. قال الله فدلهما بغرور. دلهما التدلية يعني نازل لتحت، بس نازل بإيه؟ بغرور، غرور اللي طالع، نازل مغرور كأنه بيقول أنا طالع.
هي دي، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلام يغر، كلام يخليك تقول الله والله كلام كويس برضه يا أخي. عشان كده ربنا قال هنا إيه، اسمع اسمع كده، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. هيسأل عمونا الشيخ محمد العجمي، طب ربنا بيمكن الناس دول انهم يفتنوا المسلمين ليه؟ ربنا بيقول لك ولو شاء ربك ما فعلوه. طب يا رب نعمل ايه؟ قال ايه؟ الله 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 الله، مش قلت لك اعرض عنهم؟ قال ايه؟ فذرهم وما يفترون. ذرهم يعني اتركوا، مالكش دعوه بيهم، ما تسمعهمش، ما تردش عليهم، ما تناقشهمش، ما تجادلهمش، خليك في سكتك وخلي اللي يقول يقول. دي كبير ليه؟ طيب خلاص انا من ابو كبير، تشرف لي، خلي لي ولولي. لكن لو انشغلت اسمع بقى ربنا، ده سياق القران، ده كلام ربنا الملك، قل لا اله الا الله. قال فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لتصغى يعني ايه تصغى؟ ولتصغى إليه ليه؟ لوحي شياطين الإنس والجن. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ها وما يفترون ها ولتصغى. يعني إيه تصغى؟ لا مش تستمع، تميل. تصغى يعني تميل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدخلت عليه هرة فأصغى لها الإناء. أصغى يعني ميله، ميل لها الإناء عشان تشرب. ولتصغى يعني تميل. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إخوتي من زمان سمعت الكلام ده مني مرات، أن القلب أربعة أجزاء، الصدر والقلب والفؤاد واللب، أربع أجزاء. الأربع أجزاء على بعضهم اسمهم القلب، زي العين كده فيها بياض وسواد ونني وجفن ورموش، وكل دي اسمها عين. كذلك القلب أربع أجزاء ورا بعضهم، والأربعة اسمهم قلب. الصدر هو الجزء المواجه للعالم الخارجي، الصدر ده محل الضيق والشر، الصدر ده له خاصية، كل جزء من الأجزاء له خاصية وله مرض وله علاج. من خواص الصدر أنه إذا انشرح بشيء ضاق بضده. الشاهد اتنين، القلب، القلب محل التقلب والتغير الدائم. ثلاثة، الفؤاد محل التثبيت. قال الله كذلك لنثبت به فؤادك. الفؤاد ده يا جماعة قطعة بتتملي وتفضى، تتملي وتفضى. قال الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. الفؤاد ده لما بيتملي يقين
يرتكب الأهوال. أم موسى عليه السلام لما كان فؤادها مليان يقين ربنا قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه. شفت دي؟ يعني المرأة الأم لما تخاف على ابنها تعمل إيه؟ تحضنه تخبيه، لكن ربنا قال لها لو خفت عليه ارميه في البحر. رمته في البحر باليقين. بعد ما رمته في البحر ورجعت قعدت كده، ايه اللي انا عملته ده؟ ارمي ابني في البحر بايدي. واصبح فؤاد ام موسى فرغ فؤادها من اليقين، فان كادت لتبدي بيه. كانت هتقول لهم لا ابني، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذا فرغ الفؤاد من اليقين اهتز الإيمان. اهتز الإيمان يضيع. عشان كده كتير قلت لك لحظة واحدة يهتز فيها يقينك أن الله هو الرزاق، لحظة واحدة يهتز فيها يقينك أن الذي يحمي الدعوة ويحمينا هو الله، لحظة واحدة يهتز فيها يقينك، يسقط سماء إيمانك على أرضه فلا تقوم لك قائمة. الله يرحمه الشيخ كشكي بقى، من الرزاق؟ مش هنشتغلها، لكن لازم يبقى يقينك إن اللي بيرزقك مش العربية ولا المحل ولا المصنع ولا المعاش، الرزاق الله. الله، كل دي أسباب. لسه كان بيقول لي أتكلم في إيه، قلت له في التوحيد. محتاجين نحقق التوحيد مرة تانية، محتاجين نعلم التوحيد من الأول. الناس توحيدهم مهتز وتعلقت القلوب بالأسباب. قال لك هنضيع وهيضيعونا وهيعملوا، يا عم يضيعوا مين ويعملوا مين؟ الله هو الذي يحمي دينه، وانا ما اخدش باسباب تخالف الشريعه من اجل ان احمي الدين. ابدا 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 لن افعل. اذن الفؤاد محل اليقين، صدر قلب، الفؤاد محل اليقين، الفؤاد محل اليقين. فشوف بقى لما محل اليقين يميل. كان في عندنا مسائل يقينية ثابتة، أن وجود مجلس تشريعي في الأمة شرك إذا كان يشرع بغير ما أنزل الله. كان ده يقين. اليقين ده حصل له إيه؟ ميل. نتيجة زخرف القول غرور. دي حاجات كتير بقى. كان عندنا يقين أن المسلم أخو المسلم مش أخو الكافر. اتهست وميله مع الكفار. كان عندنا يقين ويقين ويقين، اتهزت الدنيا ميلت يا ابني. عشان كده انا جاي بحبكم في الله وبقول يا ايها الاخوة عودوا الى يقينكم الاول. قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا. قل يا دي حسن، الواد حسن الكهربائي ده من الغلام المعلم. يعني ايه حنيفا؟ الحنف الميل، بس ده الميل في الاتجاه الاخر. عرفت ازاي؟ لتصغى ميل الى الباطل، حنيفا ميل إلى الحق. عشان كده دايما أقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما توسطنهاش،
لازم تبقى ايه؟ مايل مع الله، مايل مع الدين، مايل الى الدين، في جهة الدين. لذلك ربنا خلق لك قلبك مايل، صح ولا لا؟ القلب نفسه في الجهة اليسرى من الصدر مائلا الى جهة اليمين، عشان لما يقولك مايل ده انا خلق لك قلبك اصلا مايل جهتي، جهة اليمين، هي دي حنيفا، ده العلاج. انا مش هدفي النهاردة بس اوصف الواقع الباطل الشرير اللي فيه، لا، ده انا جايين النهاردة عشان اقول العلاج. فالعلاج ان تميل الى جهة الدين، تميل، ما توسطنهاش ترضي جميع الاطراف، ما توسطنهاش دنيا واخره، ما توسطنهاش ترضي مراتك وترضي ربنا، ما توسطنهاش، لا، ميل ارضي ربنا ولو سخط الناس اجمعون. ما تنفعش فيها وسطنه. ولتصغى، لما حضر حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه. وأنا بكلمك عن اتنين ايه؟ عمالقة، صح كده، كبار قوي، حذيفة بن اليمان أمين السر، وعبد الله بن مسعود صاحب الهدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهدي ابن مسعود. عبد الله بن مسعود قاعد عند راس سيدنا حذيفة بيقول له أوصني، سيدنا حذيفة بيموت، وحين الموت بتبقى الوصية غاية في الحق، هيموت، فقال: أوصني. قال حذيفة لعبد الله: ألم يأتك اليقين؟ هي دي الفؤاد، ألم يأتك اليقين؟ قلت: بلى وعزة ربي. أيوة جاءني اليقين. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. وزي ما قلت لك بقى، مين بيقول لي مين؟ لازم تبقى فاهم. إياك والتلون، أنت عاملها ألوان ليه كل يوم بلون؟ وكل يوم برأي، وكل يوم بكلمة، وكل يوم مع شيخ، وكل يوم ورا داعية، وكل يوم مع جماعة، وكل يوم مع دعوة، وكل يوم مع حزب، وكل يوم مع مرشح، مالك يا ابني ما تثبت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين، أبو وشين، ذا الوجهين. قل لي عمرك شفت حد أبو وشين؟ ولا أنا عمري ما شفت حد أبو وشين، كلهم بعشرة بعشرين. أبو وشين ده بقى نادر، بقى نادر دلوقتي انك تلاقي حد ابو وشين اتنين بس. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. الشاهد يا اخوه: ولتصغى اليه افئده، الفؤاد محل التثبيت يبدا يميل، يميل ليه؟ من زخرف القول غرورا، وزي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين: الزن على الودان امر من السحر. فسماع التلفزيون ليل ونهار، والتوك شو ده بيقول وده بيعيد وده بيكرر، والمقاطع والفيسبوك اخده ورد واقرا الكلام، الكلام ده كله يخلي يزلزل اليقين في القلب. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في بدايه الدعوه منع الصحابه ان يكتبوا الا القران. لو ما تقروش حاجة تانية، ولا تكتبوا حاجة تانية، ولا تسمعوا حاجة تانية، حتى أن عمر بن الخطاب لما جاءه بصحيفة من التوراة
والتوراة كانت كلها عظات وعبر. لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة، فخزائني مملوءة لا تنفد أبدا، لا تخشى، مش عارف كده عظات وعبر. فعجبته، عجبه الكلام. سيدنا عمر لما أرى المواعظ دي عجبته، فقال للرسول: إيه رأيك يا رسول الله في المواعظ دي؟ سيدنا النبي قال له: إيه، أمتهوقون فيها يا ابن الخطاب؟ أنت بتهرج؟ هي لعبة؟ كل اللي يلاقي ولا تعجبه يجي يقول لي حط دي في الدين؟ ممنوع. عشان كده النهارده بنقول اللي بيقول لي اعمل دستور، يقول لي اعمل قانون، قال لي اعمل، احنا شريعتنا الاسلام. بقول له: أمتهوكون فيها؟ أمتهوكون فيها ايها الناس في الشريعه؟ هي مش لعبه. قال الله قال الرسول، بفهم السلف خلصت، هو ده الموضوع، وليكن هذا يقينك. لكن لما تقعد تسمع بقى والخوف انك تسمع من حد كبير في نظرك ويبدأ يهزك، مش هينفع دلوقتي. يقول لك مش هينفع دلوقتي، هو ايه اللي مش هينفع؟ ده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا الشرع في وسط قوم كانوا مشركين فأسلموا لساعتهم، مش مسلمين لسه، هنقول لهم ايه بقى اللي مش هينفع؟ عايز افهم انا، مش مهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما تقعد تسمع بقى ده وتسمع ده وتشوف ده وتشوف ده وتقرا ده وتقرا ده، يتزلزل ايمانك. انا كده طولت ولا ايه؟ اصل في واحد قام. طب صلى على الرسول شوية كده هخلص اهو للصبح. ماشي، انا بحبكم في الله. اصلها قصة، قصة، قصة القلوب، قصة، قصة بجد. ولتصغى اليه افئدة، افئدة الفؤاد اللي هو ثابت الراسخ محل اليقين. اجيب القصة من الاول تاني. ان احنا قلنا يا اخي، قلنا ان الصدر وبعد منه القلب وبعد منه الفؤاد وبعد منه اللب، ورا بعضهم اربعة ورا بعضهم كده. اذا دخل العلم الصدر فانشرح به، والصدر بينشرح بالحق وقد ينشرح بالباطل ايضا. صلى على الرسول زيد النبي صلى. يا عم الشراوة يا طيبين يا كرم، صلوا على النبي. اهو كده، امال في ايه بقى؟ هو انا بشحت منكم؟ ده اللي يصلي على النبي واحده ربنا يديله 10. يبقى ما تبخلش، صلي على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بنقول ايه؟ ان الصدر ينشرح بالحق وقد ينشرح بالباطل. مش ربنا قال كده؟ قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فقد ينشرح الصدر بالكفر. اوعى تقول أصل صدري انشرح لكلام الرجل ده ممكن ينشرح بالكفر، ممكن الصدر ينشرح بالكفر والعياذ بالله. لكن إذا انشرح الصدر بالحق، اللهم اشرح للحق صدورنا واشرح صدورنا بالحق. إن شرح الصدر الحق يتوغل الحق إلى القلب فيطمئن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، اللهم رطب قلوبنا بذكرك، اللهم طهر قلوبنا بذكرك، اللهم حبب إلى قلوبنا ذكرك. دخل القلب، اطمأن القلب، ثم دخل الفؤاد فرسخ في الفؤاد، ثبت الفؤاد.
الفؤاد الثابت ده فأول معلومات دخلت لك من الدين وثابت بيها يجي زخرف القول من شياطين الإنس والجن يعمل فيه إيه؟ يهزه، تبدأ تميل، تميل، تصغى إليه. أفئدة مين بقى؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. هي قضية الإيمان بالآخرة من زمان. وأنا بسألك، تحب تموت إمتى؟ أصل شوف، أنت هتموت، هتموت والله، لا تموت. طب ما تفولش علي يا عم الشيخ، هفول عليك، هتموت والله العظيم، هتموت، وابوك هيموت، امك هتموت، ومراتك هتموت، وولادك هيموت، لا الكل هيموت، في حد هيقلد فيها؟ طيب ممكن تموت امتى؟ مش بكره، ممكن تموت ايه؟ دلوقتي حالا. ممكن يكون ملك الموت دلوقتي حالا ماشي في وسطينا كده بيدور عليك، يقبض روحك ونغسلك ونكفنك هنا اهو وندفنك الى لادي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. لو مت على كده تلاقي ربنا راضي عنك؟ بلاش نضحك على بعض. لو احنا جينا دلوقتي من ساعه ما بلغت سنك 12 سنه، دلوقتي 22، بقالك 10 12 سنه كمان، ال 12 سنه دول ربنا راضي عنك؟ خلاصتهم ايه؟ هي دي قضيه الايمان بالاخره. قال الحسن: يقال لاحدهم أتؤمن بيوم الساعة؟ فيقول: نعم، وكذب ورب الكعبة، إنما دين أحدهم لعقة على لسانه. قضية الإيمان بالآخرة مش كلام. مؤمن بالآخرة، أنا مؤمن بالآخرة، ده كلام، لكن الحقيقة أنت مؤمن دلوقتي إنك لو عصيت ربنا هتروح جهنم؟ طب أمال بتعصي ليه؟ ناوي تروح جهنم؟ مش انت وانت جاي النهارده قابلتك واحده بصيت لها؟ مش انت النهارده وانت قاعد في القعده دي كدبت كدبه؟ مش انت النهارده لما اتصلت بيك بالتليفون وقلت لها انا رايق، انا قدام، انا في الجامع، وانت ما كنتش في الجامع، كدبه؟ بتحصي، ده ضعف الايمان بالاخره. ضعف الايمان بالاخره هو اللي بيزلزل القلب بقى ويخليك تميل، لأنك ناسي إنك هتقابل ربنا. شوف ربنا الرسول سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. كان من كان يؤمن بالله إن ربنا سمعه وشايفه وبيكتب عليه اللي هو بيقوله، واليوم الآخر إنه هيقابل ربنا ويحاسبه على الكلام ده لما يجي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هتقف قدام ربنا كده منك ليه؟ مفيش بينكم حد، انت وربنا بس، يقول لك: عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ بالله عليك هتقول له ايه وانت واقف عريان غلبان؟ فيش قدامك إلا جهنم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ربنا هيقولك: كذبت علي ليه؟ خلفت أوامري ليه؟ نسيتني ليه؟ كنت بتبعد عني ليه؟ اللي فاكر الوقفة دي: ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي فاكر الوقفة اللي هيقفها دي قال لك: منذ بلغت لم أنطق بكلمة إلا وأعددت لها جوابا، إن سألني الله لما قلت كذا أقول لكذا وكذا. جاهز. أما يسألك محضر رد؟
اجلس. الذين لا يؤمنون بالآخرة هم بقى اللي تتزلزل قلوبهم، عشان ما طولش عليكم، هم دول اللي بتصغى. أنا بقول لكم بدأت القلوب تميل للدنيا وللمناصب. أنا قلت الناس الظالمين، أسأل الله أن ينتقم من الظالمين، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. ربنا أرانا الآيات في الظالمين، شفنا بعينينا، كنا بنسمع في القرآن عن إهلاك عاد وثمود وغيرهم، النهاردة شفنا بعينينا ربنا عمل إيه في الظالمين، ولا مش شفناش؟ شفنا كل الناس شافت بعينيها إنه يعني أذلوا وأهينوا وما نفعتهم مناصبهم، صح؟ بل الكل تخلى عنهم، وما نفعتهم أموالهم، صح؟ بل حرموا منها. ومع ذلك ما زال المسلمون بعد أن رأوا العبر يطمعون في مناصبهم وأموالهم. هو ده الغلط. أنت شفت المناصب ما بتعملش حاجة والأموال ما بتعملش حاجة. إذا جاء قدر الله فالشاهد لما تميل القلوب بقى يحصل إيه؟ قال الله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا. بعد القلوب ما تميل هترضاه. هو ده اللي أنا خايف منه، إن تمر السنة دي بعد الفتاوى العجيبة والتنازلات الغريبة المريبة على حساب المنهج، أن تأتي الأمة التي بعدنا الجيل اللي بعدنا يرث هذا الكلام يرضوه. لا، لابد أن نراجع المنهج ونثبت على الأصول. اوعى تتنازل إن النقاب فرض، اوعى تتنازل إن محل المرأة البيت. مش عشان أنا بقول كده، مين اللي قال كده؟ الله قال وقرنا. اوعى تتنازل إن المرأة لها وقار، وقذنا القراءة الأخرى، فالقرار والوقار مش في المظاهرات ولا في المسيرات ولا في الانتخابات. مش مراتي، صح؟ مش نسوانا، مش نساء المنهج. لازم الكلام ده نورثه، وإلا لو النهاردة احنا تزلزل عندنا هذا المنهج الجيل اللي بعدنا هيعمل ايه؟ هيضيع. لابد من العودة إلى أصول هذا المنهج، إن المنهج عندنا يقوم في الأساس على التوحيد، توحيد الله وعدم تعلق القلب بالأسباب. لابد، احنا قلنا إن كل المناهج الأخرى من الجماعات والدعوات الأخرى بيقولوا أصل الأصول، في ناس أصل الأصول عندهم الدعوة، وناس أصل الأصول عندهم إقامة الدولة، وناس أصل الأصول عندهم الجهاد، وناس أصل الأصول عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منهجنا الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة. أصل الأصول لا إله إلا الله. أصل الأصول إيه؟ أصل الأصول إيه؟ كلمة التوحيد. التوحيد ده أصل الأصول. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه ضحى ببلده مكة من أجل هذا الأصل، أضحي ببلدي وما ضحيش بديني. وصلت؟ لا تتزلزل ولا تتزحزح، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. الشاهد بعد ما مالت الأول صغت ولتصغى، بعدها وليرضوه. يرضوا بقى، يحصل التالت اللي هو
وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم سأل الله السؤال، أريد أن أسألكم أنا السؤال الصادم، أفغير الله أبتغي حكما؟ قل لا إله إلا الله. أفغير الله أبتغي حكما؟ إزاي تتحاكموا لغير الله ولغير ما أنزل الله؟ إزاي؟ إزاي ترضوا أن تحكموا الناس في الله؟ تقولوا نعمل استفتاء، ربنا يحكم ولا ما يحكمش؟ إزاي؟ إزاي يحصل كده؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ ده كل شيء مفصل، كل شيء بين، كل شيء واضح. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الله، الذين يريدون العدل في شريعة الله، الذين يريدون الحرية في شريعة الله، الذين يريدون التنمية في شريعة الله، إياك أن تغير أو تبدل. قل لا إله إلا الله. إخوتي، أنا أحبكم في الله، الوصية حافظوا على قلوبكم، العلاج لا تسمعوا كلام الكفار، لا تسمعوا وتنصتوا لكلام المنافقين، لا تسمعوا وتنصتوا لكلام المرجفين، لا تسمعوا وتنصتوا لكلام المترددين، لا تسمعوا وتنصتوا لمن يثير الشبهة على الدين، لا تسمعوا وتنصتوا لمن يريد التلاعب بالدين. خذوا منهجكم صريحا واضحا، قال الله، قال رسول الله، ولا شيء غير ذلك. ثم لا يثبت القلب إلا العبادة، العبادة. أنا عايز أسألكم، إمتى كانت آخر ليلة صليت 11 ركعة بثلاث أجزاء؟ آخر مرة ختمت القرآن من الحمد إلى الناس؟ استغفرت ربنا النهاردة كم مرة؟ العبادة، العبادة، القيام والذكر، تلاوة القرآن، صيام النوافل، الدعاء، البكاء. السؤال ده سألته كتير قوي لناس كتير، ونفسي واحد النهاردة منكم يقول لي أنا، إمتى كانت آخر مرة اشتقت لرؤية وجه الله؟ فلما غلبك الشوق فاضت عيناك بالبكاء. إمتى عشت المعنى ده؟ إنك نفسي أشوف ربنا. رحت فين عن المعاني دي؟ إيه اللي شغلكم عنها؟ دنيا. عشان كده أنا عايزك تبات الليلة دي تقول يا رب ارزقني الشوق إلى لقائك، اللهم ازرع الشوق في قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بحبك وانزع من قلوبنا حب من سواه، اللهم ارزقنا الرغبة فيما عندك، اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا برجائك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم.